السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين معنا في فقره بيئتنا. نحن اليوم باذن الله راح نروح الى معلم بيئي وتاريخي عظيم برفقه الاخ الكريم عماد. يا هلا تشري ابو حازم. ونايف العمري. ان شاء الله راح تشوفون معنا شيء مميز. تابعونا. شجرة التبلدي أو الباوباب وتعرف باللغة الشهرية أو الجبالية باسم هيرونديري أي الشجرة الغريبة أو ميكيجا، كما تعرف علميا باسم أدانسونيا ديجيتاتا. يقدر العالم الدنماركي بيرمن عمر هذه الشجرة بحوالي 2000 عام، وفي حوار سابق لي معه حول إمكانية أن تكون هذه الشجرة برية بين العالم أنها دخيلة على جنوب شبه الجزيرة العربية، ويغلب أن تكون قد أتت عبر التجارات القديمة بين العرب وأفريقيا، كما اتفق معه في ذلك كليف ويمبو مؤلف كتاب Native Plants of Oman. كما أشار بيرمن أن متوسط قطر هذه الشجرة يقدر بحوالي 10 أمتار، وتجدر الإشارة بأن أبعاد الشجرة متقلبة بين فترات الجفاف والأمطار، حيث يمكن لهذه الشجرة أن تخزن العديد من الجالونات في جوفها، وتعتبر ملاذا مهما للمياه في فترات الجفاف، حيث تعرف أيضا في السودان باسم شجرة الحياة. هنا ثمرة التبلدي، ولكنها يبدو أنها قديمة، حيث أن هذه الثمرة تعتبر من أغنى الثمار بالقيمة الغذائية مقارنة بأغلب الأشجار إن لم تكن الأعلى قيمة، حيث أن كمية الكالسيوم في هذه الثمرة هو ربما النوع الوحيد الذي يقترب من مستوى الحليب في كثافة الكالسيوم، إلى جانب الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي والبوتاسيوم وغيرها من المعادن والفيتامينات الدهنية. حتى أن أوراق هذه الشجرة غنية بالفيتامينات وخصوصا الفيتامين سي، ويتم أكل هذه الأوراق في إفريقيا. سنعطيها تجربة. كيف؟ ما حسيت بيفا. لاحظوا معي أعزائي المشاهدين طول هذه الجذور إلى الشجرة، لذلك من يرغب بزراعة هذه الشجرة في المنزل يرجى الحذر واختيار الموقع المناسب. وصلنا لختام فقرتنا أعزائي المشاهدين، نتمنى بأن نكون قدمنا لكم معلومات ومناظر جميلة عن هذه الشجرة العملاقة وعن شلال حشير. الشكر الخاص لأخي العزيز عماد العمري وأخي الغالي نايف العمري. حياك أبو حازم. نلقاكم بإذن الله في الفقرات اللاحقة. في أمان الله.